مفيدة. يعني انت لو شفتي واحد تخافي من شكله وانت في مشكلة، توافق ان هو يساعدك ولا يعني تقلقي؟ اخاف، انا خايفة من شكله، لكن لو يعني لو انا في مكان زي اللي حصل لصاحبة القصة اللي هنحكيها وما عنديش حد تاني، لا ممكن، ممكن على مضض يعني، بترقب بقلق زي ما هي عملت. انا اعتقد ان انا هكون نفس الست اللي احنا هنحكي عنها قصتها دي، انا اعتقد هكون رياكشن بتاعي زيها. اعتقد ان اغلبنا هيبقى نفس الرياكشن، نفس الاحاسيس دي ونفس رد الفعل. هي طبعا من اكتر القصص التداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بس هي بتخرج بنتيجه مفيده ان احنا مش لازم نحكم على الناس بالشكل. انا عايزه اقول لك على حاجه، القصه دي انا جنبي قصه تانية قريتها برضو على السوشيال ميديا، هي القصه اللي احنا عايزين نقولها، ان البنت كانت ماشيه في طريق تقريبا مقطوع، اتقطع العربيه وقفت منها بنزين، المهم نزلت اكتشفت ان نسيت حقيبه ايديها في البيت، فلا معاها فلوس ولا معاها بنزين وعربيتها واقفه في نص الطريق والدنيا ضلمه وهي قلقانه. فكان في بقى شخص يعني زي متشرد او مش متشرد، ممكن يقول هوملس، اللي ما عندهمش بيوت، واقف قدامها الناحيه الثانيه قاعد، فلقاها فترة طويلة ما بتعملش حاجة، فراح لها فقال لها هو انت محتاجة مساعدة؟ هي خافت من شكله فقالت له لا، فرجع تاني قاعد مكانه، وفضل هي قاعدة برضو عمالة بتلف حوالين نفسها مش لاقية تعمل حاجة، فرجع لها تاني قال لها واضح ان انت عندك مشكلة، خليني انا اساعدك. فقالت له انا عربيتي قطع بنزين ومش عارفة اعمل ايه، فقال لها اركبي عربيتك وخليكي موجودة فيها وانا هرجع بعد شوية. انا بتهيالي هو لما قال لها ثقي بي، ممكن تكون الكلمة دي بالاضافة للموقف اللي هي فيه هي اللي خلتها تستجيب، او انها ما عندهاش حل تاني. يعني ايه اللي رماك على المر؟ قال لك الامر، ما هو اللي حتة مقطوعة ومعهاش فلوس وعربيتها ما فيهاش بنزين في الوضع اللي زي، ومفيش عربيات بتعدي. هو بعد نص ساعة رجع لها وهي طبعا في حالة ترقب وخايفة من المجهول ومش فاهمة الدنيا ايه، لكن رجع لها ومعاه بنزين وقال لها انا اسف ما كانش معايا الا 2 دولار، لكن اعتقد انها 20 دولار، لكن اعتقد انها كافية لإعادتك سالمة الى المنزل. البنت قررت انها لازم ترد له الفلوس، قال لها لا انا مش محتاج فلوس، اكيد ده حد اداهم لي، شخص يمكن اداهم لي علشان خاطرك. عشان كده بنتكلم ان المواقف كل واحد ورزقه، حياتنا فيها كل مواقف كتيره بتبقى عباره عن رزق. الفكره الاهم انا هسيب يعني الفكره ان هي فكره برضو من ضمن الدروس دي، ان لما حد يساعدك انت بتفكر قد ايه انك ترد له المساعده. فكره ان البنت ما نسيتوش، ما عدتش الموقف على ان هو موقف وخلاص وخلصنا وهمشي بقى وكتر خيره هو ساعدني، لا دي بعد ما روحت ساعدته. سهير هتقول لكم قد ايه ساعدته ازاي. هو طبعا فكره ان انا اعمل الخير مهما كان، لو عملت الخير هيرجع لي خير احسن منه بكتير. هي مشيت وصممت انها ترجع، هي وخطيبها ترجع له بالفلوس، وكتبت قصتها على السوشيال ميديا، فقدرت يعني هو دفع لها 20 دولار، موقف شهم وشجاع واخر 20 دولار معاه. لكن هي عملت ايه لما كتبت القصه؟ عشان ربنا يكافئه، لان هو كان نيته حلوه وشجاعته وانسانيته عاليه، هي لمت له 280 الف دولار. شوفي قد ايه، يعني هو بالنسبه لها عمل صدقه، يعني هو هنترجمها بقى بلغتنا، هو تصدق ب 20 دولار اللي حلته رجعت له 280 زي ما ربنا ألف. زي ما ربنا بيقول اخر حاجه، اخر مليم في جيبه كان 20 دولار اداهم لها، ربنا عوضه اضعاف 280 الف دولار. الموضوع هنا مش لان هو راجل غلبان ولا لان هي معهاش، الفكره في ان لما تبقى ناوي تساعد حد ما تفكرش انا معايا او معيش وازاي هعمل ايه بعد ما امشي، ده في ربنا. عايز اقول لكم حاجه، ان في قصه زي دي مشابهه برضو كانت على الفيسبوك اتعملت، بس ده كانت تجربه برضو اجتماعيه كده، هم ساعات بيعملوا حاجات كده. فواحد راح لبرضو حد هوملس ما عندوش بيت، قاعد في الشارع وجنبه عجلته، فجه قال له انا معيش فلوس اروح وفقدت كل حاجه ومش عارف. قال له انت المفروض تعمل ايه؟ قال له انا المفروض ان انا
عايز اوصل البيت بس انا مش عارف اوصل البيت، بيتي بعيد. فالراجل هذا الرجل الهوملس قال له خليك نص ساعه، اخد عجلته ومشي. بعد نص ساعه لقاه راجع جري جري جري، كل ده متصور فيديو، وبيديله 100 دولار. قال له فين عجلتك؟ قال له انا بعت العجله علشان اديك ال 100 دولار دي تقدر تروح بيها. قال له طب ما انت طب مين هيعمل لك ايه في العجله؟ قال له مش مشكله انا واخد على كده، وان شاء الله انا يعني ربنا هيكرمني او يعني هتصرف او انا واخد على كده. فاستوقفه الراجل ده ساله قال له انت ايه امنيه حياتك؟ قال له انا امنيه حياتي في اني يبقى معايا 1000 دولار اقدر اسافر بيها، يسافر بيها بلد، البلد دي فيها اصحابه، هيقدر يبقى عنده بيت واصحابه هيساعدوه ان هو يجيبوا له شغل. قال له يعني انت حلمك في الدنيا 1000 دولار؟ قال له اه. راح مطلع من جيبه قال له احنا كنا بنعمل فيلم يعني اجتماعي، وادي 2000 دولار تقدر انك تسافر لعيلتك او لاصحابك وما تبقاش هوملس، وكمان تقدر تبتدي فيه بيزنس. النوايا قد ايه الموضوع يا جماعه، النوايا الحلوه حلوه.